السلام عليكم مشاهدي قناة فيروزية. في عالمنا المليء بالحركة والضجيج يكمن إدمان فريد وعالمي يجمع بين الناس من مختلف بقاع العالم. نحن نتحدث عن إدمان فرقعة أكياس التغليف البلاستيكية. هل تساءلت يوماً عن السر وراء هذه الحاجة اللا إرادية التي تدفع الكثيرين إلى هذا الفعل؟ هل تعلم أن وراء هذه الأصوات الممتعة تكمن أسرار علمية ونفسية مذهلة؟ دعونا نستكشف هذه العادة الغريبة ونكتشف الأسرار التي تجعلنا نعود إليها مراراً وتكراراً دون أن نشعر بالملل. تابعوا معنا. الإدمان على فرقعة أكياس التغليف البلاستيكية يمكن تفسيره بعدة أسباب. أولاً، أنه يعمل على تخفيف التوتر وزيادة التركيز. العديد من الدراسات أشارت إلى أن العبث بأشياء صغيرة في اليدين يمكن أن يساعد في تهدئة الأعصاب، خاصة عند القيام بأعمال تستدعي التركيز المستمر لفترة طويلة. ويبدو أن الفرقعة اللا إرادية لأكياس التغليف تساهم في توجيه الانتباه بعيداً عن الأفكار الزائدة والتفكير في اللحظة الحالية فقط. السبب الثاني وراء إدمان فرقعة أكياس التغليف يتعلق بتخفيف التوتر العضلي. يشير العلماء إلى أن الأشخاص يميلون إلى هز أرجلهم أو نقر أصابعهم على الطاولة كطريقة لتخفيف التوتر. هذا السلوك اللا إرادي في كثير من الحالات يساعد في تخفيف التوتر والاسترخاء العضلي بشكل غير مقصود. وبالمثل، فإن فرقعة أكياس التغليف تؤدي إلى نفس النتيجة، حيث يشعر الشخص بالهدوء بعد القيام بهذه العملية. السبب الثالث يتعلق بأن فرقعة أكياس التغليف تمنح الشخص إحساساً بالمتعة. يربط العلماء هذه الراحة بظاهرة ASMR Autonomous Sensory Meridian Response أو ما يسمى باستجابة القنوات الحسية المستقلة. يؤدي هذا الفعل إلى تحفيز الدماغ بشكل خاص، مما يسبب شعوراً لطيفاً بالوخز في فروة الرأس أو مناطق أخرى من الجسم. هذه الاستجابة الدماغية تؤدي إلى إفراز هرمونات مرتبطة بالسعادة، مما يخلق هذا الإحساس الممتع والمريح. واللافت للانتباه هو أن بعض الحيوانات مثل القرود تظهر سلوكاً مماثلاً عند سحق الحشرات، وتشير مؤشرات الدماغ إلى سعادتها بهذا السلوك، وهو مشابه للراحة والسعادة التي يشعر بها الإنسان عند فرقعة الأكياس البلاستيكية. شكراً لكم متابعي قناة فيروزية، ودمتم في حفظ الله ورعايته.